مرحبا. تفضل انت. التحرش في رمضان. التحرش في رمضان الدري اش كيخليو الدراري يتحرشوا بهم؟ هادي راه معقوله وباينه وكل شيء عارفه، المغرب كامل عارفه هاد القضيه. غد البصر، غد البصر، الرجال كيغدوا البصر، ولكن ملي كتلقى شي حاجه شي دريه غادا لابسه شي لبس ماشي كيشوفوها والديها كيفاش خارجه، والدري كيضرب عليها بحال هكا راه ما يشوف المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه كيحضر الراس. التحرش كاين في رمضان، كاين في شعبان، كاين في رجب، كاين فاش ما كل، ولكن ماشي الرجال اللي ولاو كيتحرشوا، ولاو النساء كيتحرشوا بالرجال. اه غير دابا كتشوف واحد المغازان ديال اديداس وحده دخلت فيها وبدات راسها، هذوك عارف هذوك صحاب الشرمولات ولا ماش كيقولوا لهم، واش غادي ديري مع من غادي تدور؟ كاينين العيالات اللي كتحرشوا بالرجال وما اكثرهم، واخا نقدر نقول لك شي دريه بزاف وهذا وتحرش بدري. حنا هاد الموضوع هذا ما خاصكمش تهضروا عليه كاع، خاص الدراري بداو تجيو عندهم تقول لهم كيفاش كيتحرشوا بكم النساء. نتوما كتقلبوا هادي ما كتمشيو عند العيالات كتقول لهم تحرش. علاش كتحرش بالراجل؟ كتلقى عندها شي نقص مسكينه في دارهم، نقص عندها شي حاجه اللي ما كيخليهاش، اللي ما كتخليهاش ما كتبانش هي، فهمتي؟ ما كتبانش هي زعما كتبغي اصلا ما كتحرش بها لواحد. اش بغيت نقول لك اختي؟ البنات دابا ما البنات دابا ما بقاوش داك البنات اللي كنعرفوا حنا شحال هذه في عهد والدينا. دابا ما ولا واحد البنات واحد الشكل غريب، ما نقدرش انا بعدا نتزوج هنا في المغرب. ان شاء الله نتزوج بشي اوروبي ما كتعرف لا سحور لا سادات لا هو. هادشي اللي كاين.